ليش انت ما قعدت بالبيت وقدمت لك ناس مساعدات برايك؟ معلش هلا انت عم تسالني هالسؤال انا بدي اجاوبك. اعوذ بالله من كلمه انا طالب جامعه يعني يعني عرفان شلون راح اجاوبك. مين اللي انت قاعد في البيت يجي يعطيك؟ ما شاء الله. طالب جامعه؟ انت طالب ايش جامعه؟ انا لغه عربيه سنه رابعه. سنه رابعه لغه عربيه؟ شلون درست؟ والله عن طريق مسجل على الكاسيت. هلا ما بقى كاسيت، صرنا نسجل على الفلاشه. مسجل على الفلاشه او على الكاسيت نحفظ، وقت الامتحان يجي واحد يتأنى نحن جاوب اكتب. بالاضافه لذلك انت بتعمل ايش؟ بتشتغل بالضبط؟ والله بتويت قداحات هاللي الله يحفظه يعني. المهم انت ما قعدت بالبيت مشان حدا يقدر؟ لا 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 لا، بدي اشتغل اجباري، اذا ما اشتغلت ما بعيش بيتي طبعا، هذا الشيء معروف. وين بيت شطر لك نازح بالضبط؟ يعني اربع سنوات. اربع سنوات. غيرت مكان نزوحك كم مره؟ والله ولا مره، من وقت ما نزحت انا في السكن الجامعي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعدين نزحت انا وبيتي وجينا لهون، استقرينا كعائله. دبر وضعك، عم تطلع عم تفوت؟ والله انا بعتمد على عصا يعني بمشي فيها في الشارع، وفي ناس كتار يعني اهل الخير بيساعدونا. طبعا نزحت بال 2012 الشهر السابع، ايام رمضان، 5 رمضان كان. نزحنا وقت باركين بالبيت الساعة تقريبا 10 المساء، اجى اخوي بيشتغل حلاق، قال لي في البلبلة بالشارع، في بلبلة ما بلبلة. المهم ما اخذنا شيء بالحسبان الا بلش ينزل القذايف الهاون عنا بالحارة. حارتي هي سيف الدولة، اخر سيف الدولة. وصار في صوت والناس كذا، اول قذيفة تاني قذيفة، لا هون قررنا كلياتنا نقوم ننزح الحمد لله وطلعنا. ومن هذاك النهار، من هذاك التاريخ ما جيت غير مرة واحدة انا على البيت. اشتغل بجمعية، اول شيء نزحت، صار لي تقريبا على اساس نزحت شهر، طلعنا بثيابنا الحمد لله رب العالمين. بعدين جيت، صرنا هلا 3 سنين هلا بحلب صار لي. انا ما فقدت الامل الحمد لله، درست، خرجت من هون جامعه حلب، كملت دراستي كل جامعه فرات، كملت دراستي، بعدين استاجرت الحمد لله، بعدين دخلت الجامعه الحمد لله وطلعت المعدل الحمد لله، اجت عيني، بعدين توظفت عند الدوله وما فقدت الامل. فوق الوظيفه اشتغلت بجمعيه الحمد لله عشان اساعد الناس. وبعد هذا الشيء كمان كله في عندي معسكر تدريبي. هلا وين عايشين؟ وين ساكنين؟ تدفعي ايجار؟ بيت؟ لا انا بيت بلاش. مين اعطاك اياه؟ كهرباء ماي، والله بفضل. يا الله يا الله يا رب، الله